صار لي هواي ما مصور فيديو. موضوعنا اليوم هو عن سيارات الجير العادي، طبعا ثالث فيديو تعليمي عن سيارات الجير عادي، ان شاء الله يعجبكم. هنا احد الاخوة علق لي قال لي شلون ننمر بالجير العادي، يعني شنو احسن وقت نخلي السيارة تنمر بيه. فعلى مود هذا راح اسوي لكم فيديو، تابعوا الفيديو الاخير. وبهاي السيارة راح نبلش وياكم من الصفر، شلون نشغل السيارة وشلون نخليها تشتغل. طبعا سيارات الغاز سيارات البنزين باختلاف بسيط بس كلها نفس النمط. اول بداية تدوس كلتش وتفتح سويتش، تنتظر هذا الجلوب الاصفر يطفي، بعدين تشغل اشتغلت السيارة. اول بداية انت بهاي الحالة لازم شو تسوي؟ لازم تدوس كلتش للنهاية وتخلي الجير على رقم واحد. خلينا الجير على رقم واحد. سيارات البنزين اكو تحتاج واكو ما تحتاج، يعني حسب سيارتك. اذا سيارتك السلولي مالتها ناصي لازم شو تسوي؟ لازم تدوس شوية بنزين. بس اذا السيارة مالتك اعتيادي ما تطفي، حتى اذا كان البنزين مالتها على السلولي اعتيادي تقدر تمشي بهاي الصورة. فانت شو تسوي هسه؟ دوس شوية بنزين وتشيل رجلك شوية وترجع تضغطها، وتشيل هالنوب ترجع تضغطها والنوب تشيلها وتستمر طبيعي. هسه شنو الوقت اللي تنمر بيه؟ من تشوف الرون يصعد على اثنين وتنمر ثاني والنوب، انتبهوا علي يا شباب، وصلت 30 تنمر ثالث، تنتبه للرون ايش قد يصعد الا تنمر. هنا انا هسه وصلنا استدارة، بالاستدارة دوس كلتش وبريك وتستدير، تفتح اشارة. طبعا لازم تعود نفسك على الاشارة، تعود نفسك حيل على الاشارة. بهيج حالة تدوس ان شاء الله تطلع عندك الامور طيبة. هسه وصلنا اشكد؟ لنمشي ثالث عدل وعن شارع شوية تعبان. الله، انت لازم شو تسوي؟ تنتظر الران لحد ما يصير اثنين، شوف اثنين، نمر رابع، تعبر الرابع، تعبر الاربعين، خوش، تبقى النوب، تبقى عندك نمرة اللي هي الخامس، 60 تدوس كلتش وتنمر خامس بكل سهولة. وصلنا قصة، راح ندور ونرجع او ندور هناك بهذي الاستدارة. طبعا شباب هاي السيارة لان دفع خلفي تقدر تفحط بيها او تدرفد بيها، وراح اسوي لكم لقطات واخليكم اياها بالفيديو. تابعوا الفيديو الاخير واستمتعوا باللقطات، يعني اللقطة الاولى اللي شفتوها مثل هاي اللقطة، شوف شوف شلون افترت. طبعا اي سيارة غير عادي تقدر تسوي بها هاي السالفة عادي. الاشكال ماكو، بس انا هاي السياره معدل عليها شيء واحد اللي هي المروحه. المروحه كانت كلتش سويتها كهرباء على مود الزيد الاحصنه للسياره، ماشي. ان شاء الله الفكره واضحه شباب. هذا الفيديو خاص للولد اللي طلب من عندي شلون السياره، يعني وقت التنمير ايش وقت انمر. هسه شوف صانع الثالث، ننتبه للرون، صار اثنين، نمر رابع. من الرون يصير اثنين عدد دورات المحرك يصير 2000، نمر طبيعي كل اشكال ماكو، ورجلك تشيلها بسرعة من الكلتش. بس بنمرة رقم واحد ونمرة رقم اثنين تشيل رجلك شوية شوية عن الكلتش. ان شاء الله الفكرة واضحة شباب، ان شاء الله الفيديو سهل ويعجبكم. بعدين هسه انا راسا نمرت شنو؟ نمرت الثاني، او مثلا هسه راسا راح انمر ثالث، ليش؟ لان هي السياره هسه دا تمشي 30، فما هي السياره مستحقه النمره الثالثه. فاذا السياره مستحقه النمره الثالثه انت ماكو داعي ترجع للنمره رقم واحد وترجع تنمر واحد. هسه شوف نمرت رابع، ليش؟
لان السياره وصلت 40 وعدد دورات المحرك وصلت 2000. بالشد وبالسرعه العاليه تقدر انت تصور غير شيء، يعني عفوا قلت تصور تنمر غير شيء. يعني هسه شوف، هسه هاي شنو؟ هاي على الثالث، هاي رابع. ليش نمرت؟ لان الرون وصل حد من؟ حد الاربعة. ان شاء الله الفكرة واضحة شباب. هسه نرجع نوقف نكمل لكم الفيديو. هاي صورة اقرب شباب، خاف واحد ما منتبه على الصورة، نقرب لكم الصورة اكثر. شوف ان تصير عدد دورات المحرك 2000، خلي السيارة تنمر. بس شوف العداد زقد 40، هاي رابع. على هاي التخفيفة رجعنا للثاني، شوف الجير على الثاني. نهم راح ندوس كلتش ونقسمها بالكلتش. هسه شوف، هسه شوف العداد زقد، هاي ثالث. يعني بس توصل 30 ثالث، 40 رابع، هيج. شباب بالنسبة للي فحطون بالسيارات او شلون ما سموها، طبعا كل السيارات تقدر انت تسوي بهن هاي الحركات. طبعا هنا تشوفون التشارجرات شلون اسوي، انا اقدر بالكي الحمل هاي اسويها. وهسه راح اسوي لكم لقطه، اكثر من لقطه راح اسوي لكم وارفق لكم اياهم بالفيديو حتى تستمتعون بهن. فيديو شباب ان شاء الله عجبكم، وان شاء الله الفكره واضحه. الفكره هي ملخص بسيط، شلون تخلي السياره، يعني شلون تعرف السياره استحقت النمره مالتها. انت عندك عدد دورات المحرك وعندك الكيلومتر. عدد دورات المحرك من تنتبه له اللي هو الران، من تنتبه له وصل 2000، انت راسا تدوس كلتش وتبدل النمره المستحقه. مثلا اذا انت كنت على النمره رقم 2 تخليها على النمره رقم 3، او على النمره رقم 3 تخليها على النمره رقم 4. بس اذا عندك كان سباق وتسارع، لا لازم تنام على النمره شويه. يعني شلون؟ مثلا بدل ما كانت تخليها 2 تقوم تخليها 3، بدل ما 3 تقوم بالثالث بالرابع لازم تخليها توصل 3 وشويه، الا تبدل خامس على مود يقل العزم، يزيد العزم على المحرك، العفو يزيد العزم مال المحرك والتخف على السيارة وتصير السيارة أسرع. هذا ملخص بسيط حبيت أوضحه لكم على مود الكل يستفاد من عنده. طبعا أنا مسوي 3 فيديوهات تعليم السياقة، كل الروابط راح أخليهن بالوصف. ولهنا وانتهى الفيديو، إن شاء الله عجبكم. اعطونا لايك للفيديو واشتراك بالقناة، وان شاء الله القادم افضل، واحاول استمر وياكم بالفيديوهات. هاي الفتره راحت كنت ما اصور لان كان عندي شغل، في امان الله.